الحكي اللي حكيته صحيح. طلبت انه احنا كانديه ان مبالغ على الاتحاد وكنادي الوحدات كان لنا 75,000 دينار والانديه مش لاقي توكل وبدوا بدايه غير موفقه، هاي الحكيت بدوا بدايه غير موفقه حلو لازم يعطوا الانديه مصاريها قبل ما يبلشوا في الدوري حلو كلام سليم وان مصاري يعطونا اياهن وفي 3 مليون اتحاد كره القدم انا بعيد نفس الحكي اللي حكيته بخذهم من شركه المناصير ومن التلفزيون الاردني هاي لازم تتوزع على الانديه عشان الانديه تقدر تمشي صحيح انا بدافع على الانديه والله طول عمره سمو الامير علي انا حكيت انه سمو الامير علي مش بالصوره اللي بيشتغل فيها الاتحاد يعني اعضاء الاتحاد وموظفين الاتحاد ما بوصلوا لسموه الله يطول عمره شو بيعملوا صحيح هذا اللي حكيته غير هيك حكيت يا سعاده المحامي انا بتحفظ على اللجنه كلها اللجنه هاي اللجنه هاي بتشتغل بالازدواجيه بالعمل حلو احنا بنتمنى انه من اتحاد كره القدم يعني الحكي اللي انت حكيته كلام سليم لكن ايش انا غلطت اعطيني شغلتك خليني احكي لي شغلتك الاستاذ احنا بنتمنى هم متفقين واحد مو الاستاذ صلاح صبر رد علي فورا واحد كتب في اقول لك بحلف بالله اليمين انه المحامي اللي هو الاستاذ ما عضل الشريط ولا بعرف شو فيه حلو في يعني في خلل انا واحد بدافع على الانديه بتعرف انا معك يا زلمه في تاريخ العالم ما شفت اداره بنعرم حلو اداره بتحرمه معناتها يعني معناتها خطوه خطيره انا مستعد نحرم بدال 8 16 مباراه انا مش بدي العب انا مش راح العب انا بشتغل مع الفريق من برا مش راح العب بس هاي خطوه خطيره على الانديه اذا الانديه بتقبل انه اتحاد كره القدم ياخذ في اداره معناته على الانديه كلها السلام في حال تم بكره بصير مع فلان وعلان انا في رؤساء عندي اسائل الاتحاد وعندي اشرطه بس ما بدي اقول مين وانا كنت في حلقات مع رؤساء عندي واساء برضو للاتحاد ومدراء فرق اساء الاتحاد ما شفنا اتخذوا من القرار والقرار اعدام انت كلجنة تأديبية لازم تتروى في القانون وفي روح القانون مش كل واحد اذا صرع على التلفزيون بدك تعدمه احنا مش لا احنا قاتلين واحد ولا احنا متحرضين ولا عملنا مشكلة ولا طوشة ولا سبينا ولا غلطنا احنا بنطالب في حقوق الاندية خلاص اللجنة التأديبية انت كلامك سليم اللجنة التأديبية بتكيل بمية مكيال انا ما بدي اقول ما هو كان الاستاذ يوم ما صارت عقوبة انا ما يعني ما هو في شغلات انا ما انا بحترم الانديه وما بدي اوضح انا يقعد مع الاستاذ ويقعدوا معي اللجنه بوضح له شو اخذ عقاب في لاعب واللجنه تاعته الاستئناف هاي تاعته لاعبين بعد يومين رجعوهم صحيح. ما حرموهم ولا مباراه من وين بتجيب القوانين في قوانين في العالم لاعب بنحرم واحد 4 مباريات وواحد 7 مباريات وبعد يومين برجع يلعب وبقول الاستئناف استئناف ايش لا هو في خلل احنا بنتفق معك اخ زياد بنتفق انه في خلل ساكت عن حق شيطان صحيح